اهلا بيكم ولادي وبناتي، وحلقه جديده من حلقات قناتنا درس خصوصي، ودرس جديد من دروس جغرافيا الصف الثاني الاعدادي. درس جديد هنبعد شويه عن التضاريس وعن النباتات وعن المناخ، وهناخد درس بيتكلم علينا احنا، عن السكان. الدرس بتاع النهارده بيكلمنا على نمو سكان الوطن العربي. السكان في حد ذاتهم طاقه وقوه، وفي دول بتعاني ان ما عندهاش سكان. احنا عندنا في الوطن العربي بقى دول فيها فائض سكاني ودول فيها عدد قليل من السكان. طب مبدئيا يا ترى ايه هي المشكله السكانيه اللي عندنا، او عندنا مشكله اصلا ولا لا؟ عندي في الوطن العربي، دول الوطن العربي عموما بتعمل حاجة اسمها تعداد سكاني كل عدد من السنوات. الأردن مثلا بتعمل كل 5 سنوات، ومصر بتعمل تعداد سكاني كل 10 سنوات. طب يا ترى سكان الوطن العربي دول قد ايه، ويمثلوا قد ايه من سكان العالم؟ سكان الوطن العربي بيمثلوا 5.3% من سكان العالم. دي نسبة كبيرة مش قليلة، رقم كبير، وباستمرار في زيادة في سكان الوطن العربي، لدرجة ان معدل الزيادة وصل ل 2.6%. الزيادة ديت ممكن تكون زيادة ايجابية في الدول اللي ما فيهاش سكان، ولكن ممكن تكون زيادة كبيرة وتعمل لي مشكلة في الدول اللي فيها عدد سكان مرتفع. طب بداية عايزين نعرف ايه هي اسباب الزيادة السكانية اصلا، ويعني ايه زيادة اصلا سكانية؟ الزيادة السكانية بتحدث نتيجة حاجتين اتنين. اول حاجة الزيادة الطبيعية، والزيادة الطبيعية دي من اسمها باينة يعني طبيعية. ايه اللي بيحصل؟ الناس عددها بيزيد بناء على زيادة عدد المواليد، وفي نفس الوقت عدد الوفيات قليل. يعني لو كل حد كده بص كده على اسرته، هيلاقي مثلا ان اسرته دي زادت 3-4 اطفال، وحد واحد مثلا اللي مات، او الحمد لله ما حدش مات خالص. يبقى الزيادة الطبيعية هي الفارق بين المواليد والوفيات، عدد المواليد زيادة وعدد الوفيات قليل. طب ده بيحصل من ايه؟ قال لك اسباب ارتفاع الزيادة الطبيعية 3 نقاط اساسية. اول حاجة الاهتمام عموما بالرعاية الصحية. الناس دلوقتي كل اللي بيعيا بياخد علاج وبيعمل عمليات، والطب متقدم جدا، فده بيعلي من الرعاية الصحية اللي موجودة للأفراد وبيحافظ على أعمارهم. رقم 2 ارتفاع مستوى المعيشة. في بعض الدول بنلاقي في عدد كبير جدا من الأطفال لأب واحد، يعني عنده ولاد كتير، فده بيؤدي إلى زيادة طبيعية في السكان. رقم 3 الاهتمام بالرعاية الصحية للأطفال. احنا دلوقتي عندنا في كل دول الوطن العربي اهتمام بالأطفال وتطعيمات، ومن أول ما البيبي بيتولد بيبدأ ياخد التطعيمات والتحصينات بتاعته. يبقى الزيادة الطبيعية في زيادة مستمرة لسبب 3 نقاط: ارتفاع الرعاية الصحية، ارتفاع معدل مستوى المعيشة بوجه عام، الاهتمام بالرعاية الصحية للأطفال بشكل خاص. طيب ايه تاني بيزود السكان؟ قال لك الهجرة. ايه هي الهجرة؟ الهجرة هي انتقال السكان من مكان الى مكان، او انتقال الافراد من مكان الى مكان بهدف الاقامة او العمل او التعليم. انا ممكن اسيب مكاني وانتقل لمكان اخر عشان اتعلم او عشان اسكن فيه، فده بيعلي عدد السكان في المكان اللي تهاجر لي. يبقى كده عندي 2 سبب من اسباب الزيادة السكانية: الزيادة الطبيعية وقلنا ايه اسبابها، والهجرة وقلنا ايه تعريفها. طيب يا ترى انا عندي في الوطن العربي السكان اللي هم يمثلوا 5.3% من سكان العالم، متساويين في التوزيع على على كل مساحة الوطن العربي؟ قالك لا، في حاجة اسمها الكثافة السكانية. ايه هي الكثافة السكانية؟ هي عدد السكان على نسبة المساحة اللي عايشين عليها. السكان عددهم، عشان نوصل للكثافة بنجيب عدد السكان ونقسمه على المساحة اللي موجود عليها هؤلاء السكان. طب يا ترى القسمة دي، مساحة الوطن العربي كبيرة، فاحنا ما عندناش مشكلة. قالك لا، السكان دي بتتوزع في الوطن العربي بشكل غير منتظم، وحنقول ايه هي الاماكن اللي موجودة في الوطن العربي مختلفة الكثافات السكانية.
عندي 5 أنماط كده ومستويات لتوزيع السكان في الوطن العربي. أول حاجة مناطق شديدة الكثافة، لونها مميز، متميزة بأن عدد السكان فيها كبير جدا وكثافة السكان فيها كبيرة جدا جدا. زي فين؟ زي نهر النيل ودلتاه. نهر النيل ودلتاه من أعلى الأماكن في الوطن العربي كثافة سكانية. طب ننتقل للجزء الثاني اللي هي برضو فيه كثافة سكانية مرتفعة ولكن مش شديدة زي نهر النيل ودلتاه، نلاقي أماكن زي شمال العراق وشمال سوريا. خدوا بالكم عشان هقول لكم بعد كده ليه في شمال العراق وفي شمال سوريا. في شمال العراق وفي شمال سوريا كثافة سكانية مرتفعة. نيجي الأماكن بعد كده يعني فيها كثافة سكانية عالية، مش هنقول شديدة ولا كثيفة جدا، زي المغرب وليبيا وتونس وشبه الجزيرة، دول شبه الجزيرة العربية عموما، لبنان، العراق، سوريا، عمان، البحرين، كل الدول دي فيها كثافة سكانية معقولة يعني متوسطة، ما هيش عالية جدا ولا هي منخفضة جدا. طب نيجي للأماكن اللي فيها ندرة في السكان، ندرة في السكان، طبعا الأماكن الصحراوية. الأماكن الصحراوية زي الصحراء شبه الجزيرة العربية وصحراء شمال أفريقيا، الصحراء الكبرى دي كلها فيها عدد سكان بسيط جدا 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 لا يتجاوز كده المئات. يبقى أنا عندي الأنماط السكانية ديت، الكثافات السكانية شديدة الكثافة، مرتفعة الكثافة، متوسطة الكثافة، نادرة الكثافة، لا يوجد سكان في المناطق الصحراوية. طب يا ترى إيه اللي بيقسم السكان كده؟ خدوا بالكم أنا قلت لكم فين؟ إيه اللي هيقسم السكان أو ما هي العوامل التي تتسبب في توزيع سكان الوطن العربي؟ عندي نوعين من العوامل، أول حاجة عوامل طبيعية وتاني حاجة عوامل بشرية. العوامل الطبيعية يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، 3 عوامل أساسية: التربة ووفرة المياه، التضاريس، المناخ. 3 دول ربنا سبحانه وتعالى اللي متحكم فيهم. فنجد ان السكان بيفضلوا سكن الاماكن اللي تربتها خصبة زي اماكن السهول الفيضية والساحلية. علشان كده انا قلت لكم من اعلى الاماكن كثافة دلتا نهر النيل والوادي، دي من اعلى الاماكن كثافة بسبب ايه؟ بما تفسر بسبب توافر التربة الخصبة ومصادر المياه. كمان في الواحات اللي احنا قلناها قبل كده بيتركز عدد من السكان في الواحات بسبب توافر مصادر المياه الجوفية. يبقى اول حاجة السكان بتدور على ايه؟ مية وتربة خصبة للعمل في النشاط الزراعي. ادي اول عامل من العوامل الطبيعية. تاني عامل من العوامل الطبيعية التضاريس. السكان بيفضلوا سكن الاماكن المستوية السطح، اماكن سهل العيش عليها، اقدر ابني، اقدر امشي بعربيتي، اقدر امشي بمواصلات. يبقى اذا السكان بتفضل سكن الاماكن المستوية، ولكن في مكانين 2 بس السكان بيسكنوا المرتفعات، مرتفعات اليمن ومرتفعات لبنان. والمرتفعات دي شكل مدرجات كده زي منحدرات زي درجات السلم، فالسكان بيجدوا فيها درجة حرارة معتدلة فبيفضلوا السكن على المرتفعات. بس ده في مكانين 2 بس، في مرتفعات اليمن ومرتفعات جبال لبنان. نلاقي في بعض الجبال كده بيوت كده جنب بعضها، دي في مرتفعات اليمن ومرتفعات لبنان. لكن في المجمل يفضل السكان سكن الأماكن المستوية، سهلة العيش، أقدر أبني بيت، أقدر أركب عربية أروح شغلي. مش معقولة يعني هقوم من النوم أنزل من على الجبل بعربيتي أروح شغلي، وهيبقى ده شيء صعب مش متاح لكل الناس. عامل تاني من العوامل المناخ. السكان بيفضلوا سكن الأماكن المعتدلة المناخ زي الأماكن الساحلية، وبيبعدوا عن الأماكن شديدة الحرارة زي الأماكن القريبة من خط الاستواء أو من مدار السرطان. يبقى السكان يفضلوا سكن الأماكن معتدلة المناخ، على السواحل، على المناطق معتدلة المناخ زي إقليم البحر المتوسط مثلا اللي احنا اتكلمنا عليه في درس المناخ. يبقى دول 3 عوامل طبيعية لعوامل توزيع السكان في الوطن العربي. يعني واحنا مغمضين كده لو بصينا على الخريطة هنلاقي سكان فين؟ احنا قلنا في سكان موجودين
في نهر النيل كثافتهم عالية جدا. هنلاقي سكان فين تاني؟ عند شمال العراق. ليه؟ بسبب وجود نهري دجلة والفرات والتربة الخصبة ومصدر المياه وحرارة معتدلة، المناخ هناك في المنطقة دي معتدل. طب لو جينا قلنا تفتقر هضبة شمال أفريقيا للسكان، ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب وقوعها في الإقليم الصحراوي وارتفاع درجة الحرارة. يبقى إحنا يا ولاد نربط بين الدروس اللي قبل كده والدرس بتاع السكان، لأن الدروس اللي قبل كده ادتني معلومات عن طبيعة الأرض، وأنا دلوقتي قلت لكم العوامل الطبيعية اللي وزعت لي السكان بشكل غير منتظم في الوطن العربي. سكان بتروح على المكان اللي فيه مية وتربة خصبة، بتروح على المكان اللي فيه تضاريس سهلة نقدر نعيش عليها ونتنقل بحرية وبأمان، وكمان بتتجه للأماكن اللي فيها المناخ معتدل ودرجة الحرارة ولا هي مرتفعة جدا ولا هي منخفضة جدا. ايه كمان من العوامل؟ العوامل البشرية، الأنشطة البشرية اللي السكان، كل السكان يفضلوا السكنة في أماكن فيها أنشطة اقتصادية متنوعة، الزراعة، الصناعة، التجارة، تعدين، النشاط الرعوي. يبقى أنا عندي كام نشاط اقتصادي؟ الزراعة. يتركز عدد السكان بشكل كبير في الأماكن اللي فيها أنهار وتربتها خصبة ويمكن الزراعة فيها والعمل في المجال الزراعي. يتركز السكان في الأماكن الصحراوية بنسبة معقولة للعمل في النشاط التعديني، استخراج المعادن واستخراج البترول، كل ده بيبقى موجود في النشاط التعديني في الصحاري. وكمان بيقل السكان في الصحاري في جهات أخرى، لأن في بعض سكان عدد قليل جدا بيشتغلوا في النشاط الرعوي، يعني في رعاية الأغنام وتربية الأغنام، فالنشاط الرعوي ده مش كبير قوي أو مش في سكان كتيرة بتشتغل في النشاط الرعوي. كمان عندي النشاط التجاري والصناعي، بيشتغل فيه الناس بشكل كبير جدا، فبيفضلوا سكنة الأماكن الساحلية لأنها بتبقى متصلة بالسفن وبخطوط خطوط سير السفن والموانئ، فبالتالي بيتركز السكان عند الأماكن اللي فيها تنوع في الأنشطة الاقتصادية. ايه تاني السكان بيفضلوه؟ قالك بيفضلوا الأماكن اللي فيها نقل ومواصلات. يعني ايه؟ ألاقي السكان ممكن يتركزوا في مكان ما فيهوش كل الشروط اللي أنا قلت عليها دي، ولكن قريب من المواصلات وموفرة فيه وسائل نقل كويسة، فبالتالي بيتركز فيه السكان لتوافر وسائل النقل والمواصلات. نقطة تالتة أو عامل تالت اسمه الصراعات والحروب، بيفر السكان وبيبعدوا عن الأماكن اللي فيها صراعات وحروب. الدول اللي فيها مشاكل وفيها صراعات وحروب زي عندنا دولة فلسطين، زي الحرب القائمة في سوريا، زي اليمن، الدول دي السكان بيبعدوا عنها لأن التواجد فيها بيمثل خطر على حياتهم. فإذا ده عامل بشري ولكنه عامل طرد مش عامل جذب للسكان. يبقى احنا كده قلنا العوامل البشرية، العامل الاقتصادي أو الأنشطة الاقتصادية، رقم اتنين النقل والمواصلات، رقم تلاتة الصراعات والحروب. طب يا ترى بكل المعلومات اللي أنا قلتها على الوطن العربي دي، إحنا عندنا مشكلة كده في الوطن العربي؟ قالك للأسف إحنا عندنا مشكلة في الوطن العربي بسبب حاجة، إن الدول في الوطن العربي، في دول فيها فائض سكاني زي مصر والسودان عدد كبير جدا من السكان، وفي دول فيها قلة في عدد السكان زي دول الخليج، الكويت والإمارات والبحرين وقطر، هذه الدول فيها قلة في عدد السكان، ودول أخرى زي مصر والسودان دي فيها عدد سكان كبير جدا. طب يا ترى نحل المشكلة دي إزاي؟ يعني إيه المقترحات لحل مشكلات أو المشكلة السكانية في الوطن العربي؟ طبعا الدول بتفكر، أول حاجة بتفكر في الحد من الزيادة الطبيعية للسكان، بتوعية السكان بخطر الزيادة الطبيعية، كثرة الإنجاب، عدد كبير جدا من الأولاد، ده بيضغط على المرافق وبيضغط على كل شيء في الدولة وبيسبب فائض سكاني وبيعلي نسبة الإعالة اللي موجودة في الدولة. نسبة الإعالة اللي موجودة في الدولة يعني عدد الأفراد اللي يعني لا يعملوا، هم إعالة على الدولة، عدد أفراد موجود في الدولة لا يشاركوا في نسبة العمل.
ما بيشاركوش في نسبة العمل. فبالنسبة للدول دول يعتبروا نسبة إعالة، الدولة هي مكفولة بيهم. رقم 2، ان يحصل تنسيق وهجرة من الدول ذات الفائض السكاني للدول ذات النقص السكاني، زي مثلا ما بنلاقي ناس هنا مثلا في مصر بتسافر بره تشتغل في دول الخليج زي الكويت زي الامارات، ده بيحصل هجرة من دولة زي مصر فيها فائض سكاني لدولة تانية زي الكويت او الامارات فيها عدد سكان اقل، فدي برضو بتحل المشكلة وبتوازن بين عدد السكان في الدول ذات الفائض الكبير في السكان والدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة. رقم 2 او رقم 3، فتح مشاريع كبيرة جدا تستوعب الفائض السكاني اللي موجود في دول الفائض. دول الفائض السكاني زي مصر زي السودان المغرب كمان فيها عدد سكان كبير، الدول دي ممكن تستفيد من البشر اللي عندها بنسبة كبيرة في انها تعمل مشاريع كبيرة تستوعب هذه الطاقة البشرية اللي موجودة عندهم، وبالتالي نقدر نحل المشكلة السكانية اللي موجودة في وطننا العربي بين دول الفائض السكاني ودول النقص السكاني، إلى جانب معالجة المشاكل والحروب اللي موجودة حتى لا يهاجر السكان من هذه الأماكن اللي ذات صراعات وحروب إلى أماكن تانية فيضغطوا على الأماكن التانية ويعلوا نسبة السكان، وده بيعمل لي برضو مشكلة اقتصادية. أتمنى تكونوا يعني استوعبتوا كل معلوماتنا اللي في الدرس، وأنتظر منكم أي أسئلة على تعليقاتنا على الفيديو، وما تنسوش تعملوا مشاركة للقناة، وأشوفكم في دروس تانية في قناتنا درس خصوصي، وتمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.